احنا عندنا مراحل بعد العملية. يعني مثلا المرحلة الاولى بنقول لك ان انت عندك تدريج معين لحد ما توصل ان انت تبقى بتجرب الاكل كله. فالتدريج ده بيقعد مثلا 20 يوم او حاجة، 20 يوم بيبقى اوله فترة سوائل، بنشرب سوائل فقط، ثم بعد كده اسبوع من الحاجات المهروسة واللينة، ثم بعد كده اسبوع بنبتدي ناكل اكل صلب لكن مسلوق وفواكه وحاجات زي كده. خلصوا اول حاجة 20 يوم دول، احنا بنقول لك خلاص جرب الاكل كله. فاحنا بنعتبر دي المرحلة الاولى. انا اسف قبل ان ننتهي للمرحلة الثانية، المريض هنا بيكون مهيئ نفسيا قبل العملية ان هو انت بالبرنامج ده انت هتقعد اسبوع مثلا تشرب سوائل بس 10 ايام. فال10 ايام دي انا مش هشوف الاكل، انا بشرب عصاير وسوائل. المريض لازم يكون مهيئ طبعا قبل العملية بالفكرة. طبعا هو بص، احنا ده انا مؤمن بقصة ايه اللي اوله شرط اخره نور. فهو قصة ان انا اي مريض لازم يجي لي قبل العملية او على الاقل يتكلم معايا عشان ابقى مفهمه احنا هنعمل 1 2 3 4 وبعد العملية هيبقى نظامنا 1 2 3 4. ده حق المريض عليك ان انت لازم ما تاخدوش على عماه، يعني تقول له تمام وبتاع وخلاص. لا، انت لازم تفهمه، لان انت برضو انت من احد عوامل نجاح العملية بتاعتك اللي انت عاملها ان هو ما يعملش حاجة غلط فيبوظ لك اللي انت عملته. فبالتالي احنا شركة في القصة دي. فهي يعني هي مرحلة وبتخلص. طبعا لازم هو بيبقى فاهم وكل حاجة، لكن برضو في نقطة ان احنا بعد العمليات ما بيبقاش عندنا احساس الجوع قوي، بيبقى الموضوع ايه اقل شوية على ما تعدي فترة السوائل اللي هو يبتدي بقى الاحساس الجوع شوية كده يعني يبقى موجود، بنبتدي ندخل بقى في الحاجات اللي بتتاكل، فخلاص الدنيا ايه بتعدي يعني. فلا تمام، ما فيش فيها مشكلة خالص. احنا بقى المرحلة التانية هي مرحلة المتابعة عموما. احنا بنبعت له بعد الفترة الاولى دي شوية تعليمات اللي هي يجرب الاكل ازاي، ياكل كل قد ايه، يشرب كمية قد ايه، لو هياخد فيتامين اسمه ايه، كل حاجة. وبندخله في جروب التغذية. جروب التغذية ده اللي معانا في التيم بتاعنا ماسكين استشاريات التغذية العلاجية. انا قلت استشاريات لان هم يعني دكتورتين تمام. فهم اللي مسؤولين عن متابعة الناس كلها من ناحية التغذية. يعني مش حاجة اكتر من اللي احنا بنقولها، غير ان انا مثلا انا صحيت في يوم انا عايز اكل يوستفندي، انا عايز اكل كاجو، انا الحاجة عاملة محشي ومش عارف ايه، مش عارف اكله، هل ده مناسب ليا في المرحلة دي ولا بالظبط كده؟ طب كسعرات، طب ممكن اكله قد ايه في اليوم، طب ممكن اكل كام؟ والله ده بيحصل، بيجي لنا اسئله، هو انا لو في ممكن اكل كام صباع محشي، ممكن اكل كام حبه لوز. بس ده اهتمام على فكره يعني، كويس المريض اللي يسال كده يبقى هو مهتم بنجاح العمليه. عشان كده بقى ايه، بما ان انا ضغطي عالي فدكاتره التغذيه هم بقى اللي ايه بيظبطوا القصه دي، وهو شغلهم هم فاهمين فيه حتى اكتر مني. يعني انا مؤمن جدا ان كل واحد في تخصصه يعني هو احسن واحد.